السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وخير الأمور باش ربي يسر لك الأمور هو كل إنسان كل صباح يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ثلاث مرات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء وهذا الذكر إذا التزمنا به كل صباح ثلاث مرات فإن الله جل جلاله يجعل كل عسير علينا سهل يسير. وقد علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفلدة كبده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فابنته فاطمة حينما تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب وكان رجل مضياف ويأتي بالأصحاب والأصدقاء إلى بيته ويطلب منها أن تطبخ وتكنس وتهيئ البيت، ما عندها قدرة، ما عندها قدرة على تهيئة الطعام. أولا سيدنا علي كان فقير، من أين يأتي بالطعام؟ ثانيا إذا جاء بشيء من ذلك فعليها أن تطهو وتخبز وتعد. فتعبت فالتقت بأبيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت بأن القوافل جاءت ببعض الأموال إلى بيت المال، فقالت يا أبتي هل أمرت لي بسهم وبخادم من بيت المال؟ سهم بحال قلنا احنا في بلغتنا واحد لاغريمو، سهم من بيت المال وخادم، خادم يعينني على شؤون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك يا فاطمة على خير من ذلك؟ قالت بلى يا أبتي. قال لها إذا أصبحت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله وفي رواية شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وفعلا بعد أن صارت فاطمة تقول هذا الكلام ربنا فتح أبواب الرزق من عنده وهيئ الأسباب ويسر الأمور، فهذا مما يدعو إلى تيسير الأمور بإذن الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.